فرصة سكنية فخمة جدا من شركة عمار العقارية على واحد من بين أفخم وأرقى مجمعات الفيلا عندها في منطقة دبي هيلز ستيت اللي هي مدينة الشيخ محمد بن راشد المكتوم. المنطقة عندنا شارع الخيل مع تقاطع شارع أم سقيم. الجهة على اليمين هني سبق وعمار قدمت فيها قصور فخمة زي هيلز جروف زي هيلز فيو، واليوم عندنا المرحلة الثانية من فيلل جولف بليس، فيلل مستقلة تصميم لأول مرة بتقدمه شركة عمار العقارية من 4 غرف لغاية 6 غرف، شيء على الجولف مباشرة، وعندنا عرض خاص لفترة الطرح الحالي.